نذهب لنقطة أخرى في هذا الموضوع وتتعلق بالمدرب وحيد الذي في الندوة الصحفية يعني أثنى على اللاعبين، عبر عن امتعاضه من تضييع الكرات السهلة لهز شباك الخصوم، ولكن في نفس الوقت يعني انتقد كثيرا بعض الأسماء على رأسها أملاح الذي قال له أنت يعني جيد بدنيا ومهريا لكنك تقنيا تحتاج لعمل كبير، وقال له بأنك لست مارادونا. هو الحاجة اللي جاته في دماغه كيقولها، وربما حتى أنه يمكن ينقسم الغرور ديال اللاعب، لأن شفنا أملاح هدف جميل جدا يعني جريندا روح وراء التمريرة، فوراء التمريرة الحاسمة بالنسبة للاعب أبو خلال يعني فعل إثر ضربة الجزاء. إذن ربما هو كيحاول أنه ينقص من ديك النرجسية ديال اللاعبين، باش اللاعبين يحتفظوا أو كما كنقولوا بقول الأقدام ديالهم على الأرض، يعني أنهم يتعاملوا مع المباريات باحترافية، يعني أنني قدمت مردود جيد صحيح، لكن نبقى نحاول على نفس النسق، نحاول على نفس الأداء، لأنه باش اللاعب ما يدخلش كما ذكرنا في مرحلة الغرور. هو يعني كان ألفناه أنه كي يدلي بتصريحات هكذا، كلنا نتذكر ان يعني اللاعبين المغاربه ماشي بحال اشرف حكيمي وما كيمارسوا رياضه اخرى غير كره القدم، فربما هذه من باب هو خصنا نشوفوها من الجانب التحفيزي للاعبين، اللي هو كيعرف ان اللاعبين غيوصلهم هاد التصريحات، فهو ربما كيبغي يحفز اللاعبين يخليهم يعني كما كنقولوا كونسونتري، مركزين على المباريات ديالهم، مركزين على الهدف اللي هما مشاو من أجله للكاميرون. كما نقول لاعب مباراة بمباراة، وبطبيعة الحال قراءة كل لقاء على يعني قراءة كل خصم، وكل لقاء عنده الظروف ديالون والتفاصيل ديالون. طبيعة الحال فؤاد يعني وحيد دائما وأبدا هو كان كيقول بأنه شكل أسرة متلاحمة في المنتخب المغربي، هناك قوانين داخلية، هناك يعني معايير أو أسلوب عمل داخل أو تحت إمرته في المنتخب المغربي، نرى حتى طريقة احتفال اللاعبين وذهابهم مباشرة إلى المدرب الاحتفال بهدف، يعني أن ربما العلاقة جيدة داخل المنتخب المغربي. وكي أكد على أن النجم ربما هنا فينا ندخلوا الخانة ديال مثلا الابتعاد عن أو إبعاد اللاعب حكيم زياش، هو ربما هناك مجموعة، النجم هو المجموعة، النجم هو المنتخب، ماشي هذا نجم وهذا لاعب أقل جودة أو أقل عطاء، لأنه في بعض الأحيان اللاعب اللي غتنتظر منه أنه عاد التحق بالمنتخب، شفنا التيسودالي كتقول كتشوف اللاعب يعني بحال هذه سنة ولا سنتين هو كيلعب مع هذا المنتخب، وناحي أيضا وناحي بطبيعة الحال حتى هو يعني عاد آخر الملتحقين، هذا يعني انه المدرب كيعطي الثقه لكل لاعب على حده، وكل لاعب عارف المكان ديالو في المنتخب، انه يمكن اليوم يكون اساسي غدا يكون احتياطي، ليس هناك نجم في هذا المنتخب. نعم. الكل عنده المهام ديالو عليه ان يقوم بها في مبتغات اننا نوصلوا للهدف المنشود. الجمله الجميله فؤاد، النجم الوحيد في المنتخب المغربي هو المنتخب المغربي.